أيها الناس إن منكم منفرين. واحدة زوجها راجل شغال على دراعه وبيضرب البلطة والبتاع والحديد، والمهم على آخر النهار بيبقى إيه؟ سطيحة، يروح ينام هناك يشخر، سامع جار يسمع. لما يجي الفجر الست تقومه جثة هامد تقوم فيه وتدان له في ودنه كأن عليه عفريت ومش عارف ايه والكلام ده، ويصحى فلان والفجر وما فجرش وبتاع، بين وفين بعد اللي مفتح عينيه كده وبتاع ومش قادر يقوم على السرير. تقوم تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اثقل صلاه على المنافقين الفجر والعشاء. ده بقى هيفوق بس هيقوم الى التشلاه. ها؟ دي فوقته بايه؟ هو ده مش حديث؟ ايوه حديث. حطيته فين الستين؟ حطيته في موضعه؟ أنا يعني هو كونه تعبان مش قادر يقوم، ها؟ ومس عنده نية قيام بسبب شدة التعب والكلام ده. تقوم تقول له الكلمتين دول؟ طب ده النبي عليه الصلاة والسلام لما كان القوم معاذ بن جبل بيقولوا له صلي بينا، قال لهم لا ما سيبش الصلاة ورا النبي أصلي بيكم، قال خلاص صلي العشاء ورا النبي صلى الله عليه وسلم واحنا هننتظرك تصلي بينا العشاء. فرايح بيصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، جاي ايمانه زايد وعالي وبقى وطاير بجناحين ومش عارف ايه والكلام ده، فداخل بقى في المحراب وفتح بالبقره بقى على اساس انه ايه؟ هيقرا بقى. واحد من الجماعه التعبانين طول النهار ماشيين ورا الجمل، رايحين جايين رايحين جايين ورا الجمل، اول ما بيصلي العشاء ما بيصدق بينام على طول. اول ما شاف كده افتتح بالبقره قال خلاص احنا قدامنا ساعتين بقى لما نخلص القصه دي، قام مسلم ومصلي ايه؟ صلاه خفيفه كده ومشي. خلص معاذ الصلاة قالوا له فلان الفلاني عامل كذا 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 كذا، قال إنه لمنافق. الشاب بلغته الكلمة أنا منافق؟ إزاي الكلام ده؟ راح شكا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله إن أصحابنا واضح، الناضح اللي هو البعير، وما يعرفش شغلانة الجمال دي إلا الجمال، متعبة متعبة، ماشي رايح جاي، حتى بيسلي ساعات نفسه يمسك ديل الجمل ويقعد يقول يا عيني يا ليل وبتاع وغني عشان يسلي نفسه في الطريق رايح جاي من شده المشقه. اصحابنا واضح ومعاذ يصلي عندك، فجاء يوما فافتتح بالبقره فقمت مسلم وصلي وماشي، قال انه لا منى. فالنبي عليه الصلاه والسلام ارسل الى معاذ قال له ايه؟ قال افتان انت يا معاذ؟ طب هو معاذ كان بيعمل ايه؟ كان بيصلي ولا قاعد على المصطبه؟ كان بيصلي. ها؟ قال له أفتان أنت يا معاذ؟ هلا قرأت بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ دي آخر صلاة في النهار، بيكون خلاص الإنسان قوته راح من كتر الشغل، بيبقى عايز يصلي وينام عشان يلحق الفجر، أو إذا كان هيبقى الحظ من قيام الليل ولا حاجة. الشاب طبعا ده قال يا رسول الله إذا التقى الجمعان سيعلم معاذ. جت معركة دخل فيها الإيه؟ الشاب ده فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ها كيف ظنك؟ منافق برضه؟ كيف ظنك؟ قال كذبني ظني.